السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على مشكل تاع النفق تاع جبل الوحش اللي يقع بين قسنطينة باتجاه سكيكدا. وهذا النفق هذا كما شاهد في الصور هنايا، المفروض النفق هذا هو ستانبيت فيه زوج نفقين، يعني هنا نلاحظ نافق واحد، يعني هذا النافق عنده دو، واحد يدي واحد يجيب. وهذا النافق هذا كان نبداو، حبيت نسرد لكم التاريخ نتاع المشكل هذا وكيفاش بدا المشكل هذا. بدا في عند بداية المشروع نتاع الطريق السيارة شرق غرب، الجزء اللي ما بين برج باريريج الى الحدود التونسية، هذاك الجزء خدته شركة كوجال يابانية. وهذه الشركة هذه كي بدأت الاشغال كانت الاشغال تمشي بطريقة عادية، حتى وصلوا الى جسر، هذا جسر ما يسمى بجسر جبل الوحش، لقاو مشاكل كبار. والمشكلة علاش دوك نفهمكم المشكلة علاش المشروع هذا راه حابس. المشكل هو وجود التونيل هذا تحت جبل الوحش، يعني يمر تحت الجبل تاع الوحش بما يسمى جبل الوحش. وهذاك جبل الوحش انا زرته، رحت ليه عندي مدة عامين او 3 سنوات، فيه قرابة يعني 6 أو 7 بحيرات، فيه بحيرات صغيرة بأحجام مختلفة، فيها غابة، غابة تاع جبل الوحش هذه، وفيها بحيرات صغار. وهذوك البحيرات الماء يتسرب من البحيرات يروح للتينال، يروح للتينال. إذن كانت تسربات نتاع المياه، لأنه التينال هذا جاي تحت البحيرات. اليابانيين في ذاك الوقت اقترحوا للسلطات الجزائرية، اقترحوا لهم باش ينشفوا البحيرات هذو، ينشفوهم ويكملوا الأشغال، لأن ما قدروش يخدموا، يعني ما قدروش يكملوا الأشغال في يعني في أثناء التسربات، لأن وخاصة في فصل الشتاء يكون الأمطار وتمتلئ. إذن اليابانيين اقترحوا للسلطات الجزائرية، قالوا لهم نشفوا البحيرات هذوك، نخليهم ينشفوا، نديروا لهم من ديفياسيون باش الماء ما يبقاش في البحيرات هذوك، نكريو دي ديفياسيون باش الماء يروح في جوايح اخرين يتفادى لو تونيل. وبعدين عندما نكمل المشروع نبني لو تونيل هذويا، نعاود نرجع البحيرات كما كانوا من قبل. السلطات الجزائرية رفضت الحل هذا بحجة أنها يعني تكاليف إضافية، فيها تكاليف إضافية الدولة ما قبلت. إذن قعد المشكل هذا، وبعد التعطلات ويعني والإروطار، يعني كانوا فيها تأخر في الإشغال، في الأشغال الدولة الجزائرية فسخت العقد نتاع اليابانيين وعطاته للصينيين. من بعد ما صرا فيه سوء تفاهم، هذه مدة 3 أو 4 سنوات نتكلم، صرا فيه سوء تفاهم. الصينيين كذلك رفضوا الأشغال. الدولة الجزائرية أخذت قرار في 2016، أخذت قرار باش دير ديفياسيون، دارت ديفياسيون طريق جديدة تلف على الجبل، تلف على الجبل ثم تعود ترجع باش يكملوا طريق السيار نحو سكيكدا وعنابة. إذن الآن فيه طريق
ملتف حول الجبل، حول جبل الوحش، باش يكملوا طريق السيار هذا نحو سكيكدا. وفي الآونة الأخيرة خدات الأشغال هذه، عاودت انطلقت وخدات وأسندت إلى شركة كوسيدار، الشركة الوطنية ل نتاع الأشغال العمومية، كوسيدار ترافو بوبليك. إذن هي اللي خدات الأشغال. والوزير راهو يقول أنه الأشغال هذه راح تنتهي في 2025، يعني المدى هذا مفهوم بالنسبة لي، 2025 هي الأجل بسبب صعوبة المهمة. وكان كذلك يسمى المام جزء كبير من هذا، وهو التونال هذا فيه حوالي 1700 متر، وعلى يعني زوج مسارين. وأنا أظن المدة هذه كافية إذا كانت فيها إجراءات المناسبة. يعني أنا أشك يعني في التصريحات نتاع الوزير، لأنه إحنا في الجزائر ما عندناش القدرات باش نبني نفق في بهذا الحجم تاع طريق سيار، ماهوش نفق صغير. وخاصة أنه هذا النفق جاي في منطقة تحت بحيرات فيها صعوبات كبيرة، وهذه البحيرات هذو مش كبار بزاف، عندهم القطر ديالهم حوالي من 100 إلى 200 متر قطر. إذن نخليكم مع الفيديو تاع الوزير، استودعكم الله. أتمنى نكون أعطيتكم معلومات مفيدة، وصحة الصيام، والسلام عليكم. 2025 هي الأجال المرتقبة لاستلام نفق الطريق السيار شرق غرب بجبل الوحش، الذي أوكلت أشغال إعادة تأهيله للمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية كوسيدار. قضية تقنية صعبة جدا، يعني الأشغال تسير بوتيرة حوالي 30 سنتيمتر في اليوم، هذا ما يوصلنا إلى حقيقة عامين ونص أو ثلاثة للانتهاء نهائيا والبدء في استغلال هذه النفقات. وزير الأشغال العمومية والنقل أشاد بالتجربة الجزائرية التي وصفها بالكافية لتسيير مشاريع وطنية وحل مشاكل معقدة، بعد أن لم يتمكن المجمع الياباني كوجال من حل مشكل النفق. المؤسسة الجزائرية والمهندس الجزائري والتقني الجزائري هم اللي قايمين بمشكل بهذا الحجم من الصعوبة من التعقيد التقني. هذا شيء شرف، هذا شيء شجع. اليوم نقدر نقول أن الخبرة الجزائرية تستدعي وتطالب الجميع أننا يمكن أن نستغني عن أي خبرة أخرى، خبرتنا نحن الجزائريين أصبحت تكفينا.